السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عز العبدي، كديرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يحفظكم والله يضمنكم والله يكبر بكم والله ييسر أموركم. وديما العبدي جا وجاب، كنجيش بلي خاوية، مرحبا بكم خوتنا اللي كيتواصلوا معنا والناس اللي جاوا عندنا، وشكرا شكرا وما لا قال حد. اليوم ان شاء الله حنا كنتواجدوا بمدينه جمعة حيم حي الدعيجات، واحد العقيقه نقولوا حنا واحد العقيقه. المهم ان شاء الله عند شي جيراني ناس معرفه متتبعين حتى هما اوفياء للقناه، وجينا باش غنشاركوا معكم ان شاء الله الاجواء ديالنا ديال هذه العقيقه كيفاش غادي تكون. الله يثبت الغرس لموالي العرس ويجعل لهم كل شيء مبارك مسعود في وليداتهم وبنياتهم، وباش نتمنوا ان شاء الله بالصحه وراحه البال. وهانتم القاعه هنايا كيف ما كتشاهدوا، كل شيء زوين كل شيء نقي وكل شيء متول. تبعوا معنا حتى نكملوا الاجواء ان شاء الله، مرحبا بكم. هنا بالنسبه لوكاله العمل اليوم هانتم كيف ما كتشاهدوا بيت في السطح، هو هذا الماتيريال راه هو الفرينات هنايا. بالنسبه للدجاج هو باش غادي كان في الفريغو وغنعاودو نغسلوه نشلوه ضروري ونحطوه فوق الطابله يتسقطر. بالنسبه بعد الافكار بعد الاخوات مولين الديور طباخات الناس اللي عندكم لا موزيك في الارض، الناس اللي عندكم لا موزيك في الارض ديما حاولوا على هاد الجوان. حنا غنعطيكم غير بعض النصائح، هاد الجوان من البلاستيك الا وصلتو العافيه كيخسر، فلهذا شوفوا باكم العبدي اش دار. هانتوما طاوه درت فوق من الفرن باش الصهد ما يرجعش عليه، وبالنسبه لهذا حتى هو كذلك محذور. شوفوا اش درت ليه، اللاطه مقلوبه باش ديما تهز الصهد الفوق والجوان ما يخسرش، نصيحه من عند باكم العبدي. شوفوا باكم العبدي راه ضارب يديه، ولكن غادي نخدم انا وبنت خوتي باليسريه اللي مليا غنحاول لها دابا غادي نداويها وندير لها الفاصمه جديده، الفاصمه نداوي باش يعني ما نتعكرش فيها. بالنسبه للدجاج هو غادي نغسلوه ان شاء الله، هو مغسول غير غادي نشلوه من داك الزفر ديال الثلاجه، وتابعونا ان شاء الله. هنا هو الدجاج هانتوما صافي، هنا بدينا الله الله بدينا كنغسلو فيه ونحطوه باش غادي يتسقر. هنا بدينا كنجمعو في العطريه، عندي 30 طير، هنا عندي جوج وقيات ديال السكنجبير وجوج وقيات ديال الخرقوم بلدي وجوج وقيات ديال الابزار، بحال غادي ندير منها شي وقيه وشي حاجه شي عاشق. هنا عندي رابعه ديال السمن ما غاديش نديرها كامله نخليها حتى ندهن بها. هنا عندي نص كيلو ديال سميتو نص كيلو ديال الحامض المصير، غادي ناخذ غير الباب ديالو تقريبا غناخذ شي اربعه الحامضه تقريبا، ما عنديش حامض خضر وغنخلي وحده. المهم هنا عندي ثلاثه القبطات ديال المعدنوس وواحده ديال القزبر، بحال شي اربعه كبار، هادو القبطات كبار ان شاء الله. وهنا بالنسبه للبسيبيسه راني طحنتها، بالنسبه للثومه قل من نص قل من رابعه، يعني رابعه بحال خليت منها واحد تقريبا واحد كركوبات الحال سخون. الثومه كتزفر الدجاج الا كانت كثيره، في الحال بارد مزيانه واخا تكون كثيره. يلا تابعونا ان شاء الله والله يكمل بخير على مال العرس. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا هذه بالنسبه للعطريه ديال 30 طير، كي قلت لكم العطريه ديال 30 طير صافي. هاد الدجاج هو يا شلنا غنخلوه يتسقطر واحد شويه تحيد منه بداك الثلج، وها هو غادي نديروا ليه لقامه. المهم لقامه جبدنا جمعناها دابا ان شاء الله، باقي عندنا الوقت الضيافه غير بالليل، وتابعونا. هنا صافي كيف ما كتشاهدوا حنا شرمنا الدجاج، الفنان دخل لي هاد الفنان اللي شرملات انا كاع ما دار والو، ما قدرتش الجرحه ما قدرتش نقرب ليه، حد جمعت لها العطريه صافي. انت وفرقي هذاك الشيء اللي بقى على الطناجر بجوج، غير 30 طير جوج طناجر انت صافي. صلات عندي برك زياره زرتي البحيرات والفنان الفنان مشى زياره هي ولطيفه البحيرات وشي عيالات، بنت خويتي حتى هي مشات بونبري جابت لي شويه اللوز والكركاع، ما عرفتش هاد العيالات اش كيمشي يديروا في هاد البحيرات واش كيعجبهم فيهم الله اعلم. بنت خويتي اش درتي الفاخر باش شعل الزيت والكاغط؟ علاش كديري الزيت والكاغط؟ باش انا الفاخر وخلي الفاخر كاع ما يشعل، الفاخر راه غالي.
دير 100 الكيلو 120 140 نعم واخا يدير 400 نديرو فاخر. قول لي المغاربه عندنا واخا يدير الحاجه مليون كاع ما يستغناوش عليها. ايوا كلشي زين الحمد لله. المهم كنديروا الزيت والكاغط، علمتها البنت خوتي القاديه والدريات بحال هكايا صافي، وكنبنوا عليه وكنخلوه. الزيت كيخلي دوك الكواغط ما يذوبوش دغيا، كيبقاو شادين منها كيزندوا الفاخر دغيا. هانتوما كنحطوه في البرد حتى يزند، ونحطوه فوق من الطنجره بعد ما كتغلى فوق الفورنو. هانتوما شوفوا طريقه تباكم العبدي باش ما نظمط. شوف شوف الفرينه فين درتها في المجمر، باش حيت انا عندي غير هاد الشرجم بلا سلفان، عندي غير الباب كيف ما كتشاهدوا. هنا ما كاينش الشرجم اللي يخرج الصاد بحال هكايا صافي، شديتو البرد كيدخل من الباب وكيخرج من الشرجم، من هنايا كاين لاكور صافي. غادي تزند شوفوا البرد، مع البرد دغيا الفاخر كيزند. هذه طريقتي سهله هي اللي نقلب علينا باش ما يبقاش ليا الدخان وسط البيت. القاعه بعد ما كملات هانتوما شوفوا الباب ديالها كيفاش داير. هذه الطلعه ديال الدروج نقولوا حنا، هنا فين غادي يكون الحليب، هنا الطوابل هانتوما، هنا غيكون الجوق، وهنا غيكون النقافه. هنا هذا السبوع غيديروه بالتنقاف ان شاء الله، السبوع واقيلا ديال مزيود عندهم شي بنيه صافي. هانتوما كيفاش دايره، ايوا باكم العبدي هو بنت خويتي والفنان. بلاصتنا راه هو داك البيب هذا الصغيور هنايا، ونتقاودوا مع الشيخ ونتفرجوا ونفرجوكم معنا. ونتمنوا الفيديوهات السابقه ولا لاحقه تنال اعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. وهنا نقدموا التحيه للاله نجمه اخت لاله خميسه مولات المناسبه، عمرت لينا براد ديالها تاي وجابت لينا كاسكروت ديالنا، الله يخلف عليها خليفة الخير. وتحية لصباح من فرنسا، واخت نجاة بنات البحيري جيراني في الحرش، تحية لالا صباح من المتتبعين. والفيديو اللي طاح في يدها كتصيفطو لختها وتقول لها انت عزيز اشنو جاب، والله يخلف على مولي العرس، والله يثبت لهم الغرس، والله يسهل عليهم كي قلت لكم في هذه الحقيقه، ويصلح لهم وليداتهم والذريه الصالحه كامله ان شاء الله لجميع المسلمين. واللي ما عندهاش الوليدات الله يفرحها ويطلق حزامها، واللي ما عندوش ومحتاج الله يوجد ليه ويهون عليه، واللي مريض وفي شي ضيقه الله يفاجئ عليه والله يعطيه صحيحته. والناس اللي كاملين كتقولوا لي الدعاء معنا بو العبدي، راه كلكم كندعي معكم وكلكم عزازو في القلب، راه بدون ما نذكر اسم وننسى اسم الله يحفظكم. كنقرا الكومنتيرات كاملين كاملين كاملين، تحيه لكم كاملين في جميع ربوع المملكة المغربية أو خارج ربوع المملكة المغربية، اللي يعني الناس اللي في الشرق اللي في نقولوا في الغرب الخارج، المهم في أي دولة في أي دولة مرحبا وألف مرحبا بالجميع. هنا بالنسبة للدجاج طنجرة الأولى هي طابت. الأخوات اللي كتسولوني سولتوني في اللايف البارح قلتوا لي عزيز علاش كتغسل الدجاج بهذيك الطريقة، شوف بلاتي بنت خوتي شوفوا هانتوما هاد العطريه ملي كيكون الدجاج حتى انا ما كنقلبوش كتبدا الطنجره كتجالب كترجع عليه من هنايا، فلهذا كناخذوا لاصوص منه وكنخوى عليه هانتوما باش ديك العطريه كطيح لتحت. حتى لو كان باقي عندي الدجاج مشرمل وغنطيبو مثلا ما عنديش طناجر كافين، العطريه كتبقى لي في الطنجره، هذا هو علاش هانتوما. وبالنسبه للدجاج كيفاش كنعرفوا طاب، راه كنورك ليه على هاد الصدر انا، المهم عذرني صباعي ما غاديش نقيسو وما كنقدرش ندير الليقات. الاخوات اللي غتقول لي دير الليقه، المهم انا يدي ما قربش لها ما خدمتش بها، خدمت باليسريه فقط. بالنسبه لهادي انا ما خدمتش بها ابدا، يعني مجروحه ما قدرتش نخدم بها حفاظا على سلامتها، لنولي في شي امور لان لحمي شويه خايب، المناعه ما عنديش، لا تجرحت ما كنبراش دغيا، وهذا هو اللي كاين. صافي بالنسبه واخا بتخوتي. بالنسبه للطنجره الثانيه هاهي حتى هي قريبه، ديما خرجوا الدجاج مزيان بحال هكا بهذه الطريقه باش يخرج منه داك الماء ويتفش. البنات اللي كتسولوني على الماكسيمو ديال الدجاج شحال، 2 كيلو 2 كيلو وقيه وقيتين، يعني 100 غرام 200 غرام على حسب كل واحد كيفاش. انا 2 كيلو ونص ولا 3 كيلو ولا 3 الا ربع ما كيعجبنيش داك الدجاج. الا غندير 3 طيور في التبصيل ندير كاع 4 ماشي مشكل، ولكن نديرهم رقاق. الا غندير 2 طيور فيهم 6 كيلو ندير 3 طيور فيهم 6 كيلو، فهمتوني؟ والا غادي ندير مثلا غندير 4
ديما الدجاج رقيق ما نفوت جوج كيلو جوج لاروب زوينه اللهم الدجاج رقيق كتدخل ليه العطريه وكيطيب وكيتكل حتى في المذاق ديالو كيجي زوين. بالنسبه للدجاج الغليظ كيتكلوا دوك الفخيدات وصدروا الكواشش كيبقاو. اش بغيتكم انا غندير بهم البساطه المعدي ما ندير بهم الدجاج الا طاب علينا عطريت البسطيله بحدها طياب ديال البسطيله الدجاج كيجي حلو. بالنسبه للمحمض عنده طريقه خاصه ديالته راه عندي في القناه طريقه البسطيله الحامضه نقولوا هي راه حامضه ولكن الاغلبيه كيقولوا المالحه هي غير محمضه. وبالنسبه للحلوه ديال تمالين اسفي راه هي عندي في القناه اللي بغى البسطيله والطريقه ديالتها راه نفس الطريقه اللي غيطيب لكم واحد يطيب لكم 10 ديما زيد الماء زيد دقيق في المقادير انسان يخدم العقل ديالو الله عطانا وميزنا على باقي الكائنات بالعقل. بالنسبه للعطريه ديال الفروج راني قلتها لكم البارح في اللايف غير عاشقه ديال او ملعقه ديال سكنجبير ملعقه ديال الخرقوم بلدي نص ملعقه ديال البزار شويه الضامه ديال شويه الزعفران او دويمه كعيبه وحده ديال ضامه الزعفران واحد تقريبا نص حامضه مرقده ونص حامضه خضراء ممزوجين طحنهم وتقريبا واحد أربعة الدروس ديال الثومه كافي الفروج واحد وكاس ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال الزيت النباتي بحال كاسونس ما بيناتهم وقبيطه ديال المعدنوس او قبيطه ما بين معدنوس وقزبر صافي هادشي اللي كاين واحد شويه ديال بسيبيسه نقولوا عاشقه ثاني ديال بسيبيسه وقعقله او المرزيه ديال الدجاج كافي بالنسبه للفروج وديما زيد الماء زيد دقيق. هنا باش يجيكم الدجاج ساهل في التحياد ويبرد ما يبقاش يكمل الطياب ديالو كنصفي منه هاد لاصوص كيف ما كتشاهدوا حتى وكنحيد الدجاج ان شاء الله وغادي نرشه صافي وندير عليه البصله ديالته ونخليها تطيب. والبصله دائما ها نتوما بالنسبه ملي كيكون عندي الوقت في غالب الاوقات كيكون عندي الوقت كنديرها بحال هكا بهذا الشكل كتفايا وملي ما كيكونش عندي الوقت كنضربها بالحادقه يعني الماكينه الحادقه ونديرها في كسكاس كتصفي داك الماء ديالها باش ما يطلقش ليا في الطنجره وتوكح دغيا. وديما البصله ما ديروهاش في لاصوص كثير في الطنجره باش دغيا تطيب وتذوب وغطوها في الاول ومن بعد عروا عليها ومع التحرك المستمر مع العافيه وهي كتشرب وهي كتوكح حتى كتوكح ملي كتوكح كندير لها الزيت الكافي ديالها وكنخليها تقلى فيه وعاد كنشرب لاصوص الاخر ندير فيه الكنيسات والقشيوشات ومن بعد كنتزين مع بعضياتهم ونخليها ترغي على خاطرها فوق الفاخر. مرحبا بكم. هنا دابا ان شاء الله كيف كتشاهدوا بنت خوتي هي كتقطع في القناصي والفنان كتصاوب ليا في السفه. الفنان سولت بنت خوتي قالت لها واش القزيه الرابعه خرجوها تي داك قالت الاولى مع الثانيه لا تي ولا انا مع الثالثه بقى عنده كل الرابعه حتى انا مريض اخوتي عندي الهشاشه في العظام ومريض عندي في الغادي خلي عندي راسي ديال العين حتى انا عاوتاني عندك عطانا راه طنسي طال لي 80 والفنان انا طنسي راه طلع لي 80 هو الفنان تكزا وعاولادنا خايتي انا ما قاد ما عندي صحه انا مريض عندي القولون ما نقدش ما عندي فين غادي هاي الحج حجي داك العام الله يجعل البركه حجه وحده عباكم العبد راه الحج راه مشى لي نوبه وحده الله يجعل البركه غنبقاو غنمشيو للحج 6 مليون ونص اخوي 6 مليون ونص راه دير لي العرس لاله كوثر ولا لا سوسن انا غنفورها على الراس الرجاله والعيالات نفور لهم على الكرشه طيبه لطيفه مرت سي عمر صافي الله يجعل ندير عليك الشيء ديال مالين بكري البلبوله للرجاله وبداز العيالات قبلوا عليا ومرحبا بكم اللي بغى يجي عندي مرحبا ما كاين لا بريستيج لا بروتوكول لا والو ندير على الكعكع والغريبه ديال ماليات بكري ديال البهله وعش الملك والبره ديالتي بارك ان شاء الله هادشي اللي كاين. بالنسبه للدجاج هو طاب وان شاء الله تابعونا في طبق التقديم. بعد ما حيدنا الدجاج درنا البصله هنا صافي دابا بعد ما حيدنا الدجاج كيف ما كتشاهدوا تسقطر درت البصله راه بنت خيتي نهزها فوق الفخر حمامتي الناس بلاتي بنت خيتي نتحكم حتى شاد التليفون بلاصتي ولي مني مجروح بلاتي نتخشانه الله هاري ليا هذيك لاروش كبيره قلبتي هذه انا غنشوفها فنان
ولا لا شعل الضو خيس شعل والفن شعل الضو هكاك شعل ضوكم هنا الارض ديت البصله او كوكي دي يدي يدي تعالي تعالي وابت خويتي بلاتي قلبها لك صافي صافي انا غنشد باليسريه واخا ما كنعرفش نخدم باليسريه بزاف ماشي مشكل الجرح يا ودي بالله منا صافي هنا نغطيه ونخليه بصله تذوب هادي نشوفوها جايه بنت خويتي صافي هي جات هادي عبد السماح بلاتي نبسمها ونخليها ديما بسمو الطنجره بحال هكايا باش ما تفرقعش لكم الدجاج من الصدر انتوما وبالنسبه للسفه هاي هي السيره كتفور ديما غطوها بزيف باش يرجع على داك الصاد اللطف صادت عليا باش يرجع على داك الصاد وهنا بالنسبه للزيتون كنطلع في ديك الغليه على ود انه يلوح ديك الملح ديالو ما مالحش هذا بزاف ولكن باش كيلوح ديك الملح هذا الخضر والله العظيم ولا داك مسلاله احسن من داك الاحمر الاحمر ساعات لا حول ولا قوه الا فيك تكون شي صيوده ولا مع الصيده ولا مع ليا قال لي لا صيد لا صيد ما تدوش على باكم العبدي طالعه الحراره ها لا صيد لا صيد ايوا هنا ديما نغسل بانيو التشلال بانيو الغسيل الماعون اللي خوا كيتغسل ويتكفى الماعون اللي تخوا كيتغسل ليه ويتحط مرحبا بكم هنا باكم العبدية داعي معكم كاملين ولاد وبنات وعيالات الله يوقف علامكم يزين مقامكم ويجيب لكم التيسير واش نقرا في نغبر نحاسكم عيالات رجاله وليدات بنيات كل شيء اللي مريض الله يشافيه ويداويه ويعافيه طب حالنا وحالكم في الغيب الله يجعل ربي يعفو علينا وعليكم من نار جهنم اللهم اجرنا من النار سخفت ولكن شويه ندير الحمد لله على كل حال ومرحبا بكم وقبلوا علينا الوليدات راه هاي الموسم كيعمروه الدراري قبل الكبار وليدات تبارك الله والبنيات الله يرضي عليهم كلهم غيكبروا ان شاء الله ويولوا عزاره ويولوا عزبات وباهم العبد اللي غيطيب لهم لا نطيب لكم وتعرضوا عليا كاملين تاتوما لا خويا تجيني الكوبي رايت الدراري الصغار ما عنديش حقوق ديال العيل عندها ديال الكبار المهم مرحبا بكم الوليدات كلشي مساك الله يرضي عليكم الله يفرحكم اوليدي الله يحفظكم